السلام عليكم، نهدي لكم اليوم هاد الشوكولا ان شاء الله تعجبكم. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، والله يدخل علينا وعليكم العام الجديد بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم درت الجزء الاول ديال العجينه اللي كنصاوبوا بها كاروزيل باش تكون سهله، ونسي جامي شي حد يكون بغى يديرها. دونك ها هي، والفيديو الجاي غندير فيه الكماله. دونك عندي هنايا فارينة، عندي 300 غرام، دونك زيد واحد 15 نحيدها. الفارينة تكون زوينة ممتازة يعني باش تجينا سهلة من بعد. وهنا عندي سكر غلاسي، هذا السكر داك غلاسي، ندير جوج معلقات عامرين مزيان. فوالا، نزيد عليهم قبيسة ديال الملح من بعد. وهنا غندير معلقة كبيرة ديال الزيت العادي. الزبدة زوينة هنا باسكو كتكون بخمسين خمسين، دونك ساهلة. دونك غادي ناخد منها الحساب ديال ديك 300 غرام ديال الفارينة. وانتوك انا غنكتب كل شي لتحت. دونك فوالا، هنا كاينة 50، 100، 150، 200، 250 غرام. فوالا، ودابا غنبدا نصوب في العجينه هذيك، لان هنا ما كتباعش، دونك ما علينا غنخدموا يدياتنا. دونك تنشد الفارينه نسلعها، ندير فيها داك السكر، نخلطو شوية، نزيد عليهم الزيت، كل ما كنزيد حاجة كنخلط، نزيد شوية ديال الملح. ودابا ناخذ هذيك الزبده. الزبده يعني ماشي كانت خارجه، شويه قاصحه شويه ماشي قاصحه. ولا تنقطعها وتنبقى ندخلها في هذيك الفارينه. تنعجنها معاها غير بالصبعان. يلاه يلاه، راني جالسه في البالكون وكنسمع كلشي، كنسمع الحمام، كنسمع داك الفرخ مع سميتو الكحل هذاك، الغراب. ولا مني تدخل ديك الزبده كامله. دابا غادي نزيد عليها الماء زهر، يعني والله ساهله الورقه ديال كعب غزال، العجينه ديال كعب غزال. دونك غادي ندير كاس عامر ديال الماء زهر ونبقى نكب فيه بشويه بشويه. بو ماشي عامر بزاف، مي غادي نزيد شويه باش غادي يكون الكاس كله فيه 150 كاس ديال اتاي. فوالا، كنبقى نزيد بشويه بشويه، وفين ما نزيد نخلط.
لان قلتي الا درت فيديو كامل ديال كعب غزال، انا فايته ديال كعب غزال، الا درت الفيديو كامل غادي تجي فيه واحد 30 دقيقه ولا هادي، شكون اللي غادي يتفرج فيه؟ ما حتى واحد. دونك قلت نديرو نص نص باش تجي قضيه سهله، اللي بغى غير يصاوب العجينه هي الاولى دغيا دغيا يلقى الفيديو ديالها. وكاينين الناس ثاني كيصاوبوه، ولكن هنا انا دايره ساهل. فوالا دونك دابا عندي الكاس مليان، فوالا صافي. نزيد نجمع هذيك العجينه، كتكون ديك الزبده دخلات كل شيء، هاي تتبان المسهر كل شيء. ماشي كاع كندلكها انا، كنحاول ندخل كل شيء فيها، حيت كنبغيت ندخل ندلكها هذيك حاجه اخرى، غير كنبقى ندخلها هكا الزبده وداك الشيء، وبعد تنجمعها هكايا وتنجيب سميتو نغطيها. فوالا بهذا البلاستيك هكا نجمعها كلها فيه ونديرها في الفريجيدير حتى الغدا. ومني غادي نجبدها ان شاء الله غتشوفوها في الفيديو الثاني كيفاش غادا تكون. نتمنى تكون عجبكم هاد الورقة سهلة، اللي بغى يدير اول مرة فحالي كيما انا النهار الاول تعلمت. وفوالا نتمنى لكم فرجة سعيدة، وتسناو الفيديو الثاني غنحطو حتى هو من هنا واحد اليومين. بون ابيتي.